نعيما وخاف الله يا حكم من داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب موقع القنيطرة حيث تسعد 13 معتقل من داخل حبس العواد سيء الذكر هاد عباد الله اللي تعتقلوا علاش لا للشيء لأنهم طالبوا بالسكن لأنهم طالبوا بمنحة لأنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة والعادلة هذا الردو واحد الشعار بكل وكالي الاعتقال السياسي Come on.